السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصلوك كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تقام يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 مباراة واحدة في بداية دور الثمانية أو الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021، المباراة اللي هتجمع منتخبين بيرو وباراغواي. بيرو اللي صعدت إلى دور ربع النهائي كتان المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، أما باراغواي صعدت كتالت المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فإن شاء الله تبقى مباراة قوية ومباراة حماسية جدا. تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 11 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثانية 10 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية. نيجي لأهم القنوات اللي هتذاع المباراة دي بالمجان وبتذاع بطولة كوبا أمريكا كلها بالكامل. قمر البلغاري وموقع 2 درجة شرق، ويسر استقباله بأطباق تبدأ من 60 سنتي، وقمر جميل جدا في نقل الأحداث الرياضية، موجود على قنوات أرينا سبورت على تردد 12380، معدل الترميز 30000 والقطبية اتش أو روزينتا الأفقي 12380، معدل الترميز 30000 والقطبية اتش او هوريزنتال الأفقي. تاني قمر معايا هو القمر التركي موقع 42 درجة شرق، بيسهل استقباله بأطباق تبدأ من 70 أو 80 سنتي، موجود عليه قنوات هابر جلوبال، ودي بتشتغل واحدة بتشتغل على جميع الرسيفرات على تردد 12380، معدل الترميز 27500 والقطبية في او فيرتيكال او راسي. تردد اخر لنفس القناة بس بيعمل على الأجهزة الاتش دي، يعني لازم يكون عند حضرتك ريسيفر او شاشة عرض بتحتوي على ريسيفر داخلي بتتعامل بنظام الاتش دي عشان تقدر تستقبل التردد ده. موجود على تردد 12685، معدل الترميز 27500 والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي. نيجي للقمر التالت معايا وهو الياهسات، موجود عليه قناتين فيريزيتش سبورت وموجود عليه فوتبول، على تردد 11785، معدل الترميز 27500 والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي. بكده ان شاء الله واحدة من الثلاثة هتقدر تتفرج على المباراة بالمجان. تمنيات الجماعة مشاهدة ممتعة، واشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.